أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضلها كل شيء وذللها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك واستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدينني من قربك وأن توزعني
يعني شكرك وأن تلهم لي ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضم متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وأضم فيما عندك رغبته. اللهم أضم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرى قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عمل القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من قادح من البلاء قلته وكم من عذار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. اللهم أعظم بلائي وعفرت بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقدعت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد آمالي وخدعت الدنيا بغرورها ونفسي بخيانتها ومطالي. يا سيدي فأسألك بعزتك لا يحج
جو بعک دعائی سو عملی وفعالی ولا تفضحنی بخفی ما طلعت علیہ ولا تفضحنی بخفی ما اطلعت علیہ من سری ولا تعاجلنی بالعقوبۃ علی ما عملته فی خلواتی من سوء عفلی وإساءتی ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في الأحوال كلها رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري إلهي ومولايا أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسأله على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحجة علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك وقد آتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مدعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في ساعة من رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني يا رب ارحم ضعف بدني ورق
دقة جلدي ودقة عظمي، يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتوذيتي، هبني الابتداء كرامك وسالف بالركاب يا إلهي وسيدي وربي. أتراك معذبني بنارك بعد توحيدك وبعد ما طوى عليه قلبي من معرفتك، ولا هجا به لساني من ذكرك، وتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك، هيهات أن تكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا، وبشكرك مادحا، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا، وعلى ضمائر أهوت من العلم بك حتى صارت خاشيا، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك الطائع، وشارت باستغفارك مذعنا. ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب، يا كريم يا رب، وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، ألا أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثوه يسير بقاء قصير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة واغجلي لوقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدور
المقام ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك. وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي، فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين؟ يا إلهي وربي وسيدي، لأني أمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته؟ فلئن صيرتني للعقومات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، وهبني يا إلهي صبرت على عذابك، فكيف أصبر على فراقك؟ وهب لي يا إلهي صبرت على حر نارك، فكيف أصبر على النظر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار ورجاء فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا، لئن تركتني ناطقا ليضجن إليك بين أهلها ضجيج العاملين، ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين، ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين؟ يا غاية آمال يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك نسمع فيها صوت عبد مسلم، تسمع فيها صوت عبد مسلم سجنا فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته، وحبس بين طباقها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك ضجيجا مؤمل لرحمته
رحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي. كيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ أم كيف تغلمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك وهو يعمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه؟ أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه؟ أم كيف تزجره زبانية وهو ينادي يا رب يا رب؟ أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها؟ هيهات هيهات، ما ذلك الظن بك؟ ولا المعروف فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك، فباليقين يقطع لولا ما حكمت به من تعذيب حال لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما ولا كانت لأحد ولا مقاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست اسماك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالعنام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون؟ إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أتهب لي في هذه في هذه الساعة كل جرم أجرمته
وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها كرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته وأن توفر حظي من كل خير تنزله أو إحسان تفضله أو بر تنتشره أو رزق تبسطه أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من اسمه يا من بيده ناصيتي يا عليم بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب قوي على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح عليك في ميادين السابقين
وأسرع إليك في المبادرين واشتاق إلى قربك في المشتاقين وادنو منك دنو المخلصين وخافك مخافة الموقنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين ومن أرادني اللهم ومن أرادني بسوء فارد ومن كادني فكيد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك وعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وقل لي عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرته بدعائك وضمنت لهم الإجابة فعليك يا ربي نسبت وجهي إليك يا ربي مدد يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا يا سريع اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء إلهي بحق أمير المؤمنين إلهي بحق علي بن أبي طالب أجيك عظيم مصيبة سے دوچار ہو گئے الہی تجھے مشکل کشا شیر خدا علی علیہ السلام کو آج عالم اسلام اس موذی مرض میں مبتلا ہو گیا ہے آج مومنین و مومنات پریشان حال ہے اے مالک دو کائنات اے پروردگار جتنے بھی مومنین اس موذی مرض میں مبتلا امین عرض سوا کا واسطہ پروردگار ان سے
سب کو صحت کامل عاجل عطا فرما. پروردگار ہماری تمام مشاکل کا ایک راستہ ہے اپنے آخری حجت قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما. یا من اسمہ دوا وذکرہ شفا وطاعتہ غنا ارحم من راس ماله الرجا وسلاحه البكاء. یا سابغ النعم یا دافع النقام یا نور المستوحشين في الظلام یا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما انت اهله وصلى الله على رسوله بل أئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.